أدينوكارسينوما أوف كولون، كانسر يطلع من الميكوزا متاع الكولون أو سمول، يطلع من سمول انتستن هنا عندي في الشريحة. كانسر حنلقاه طالع على هيئة جلانديولار باتن، طالع من الميكوزا هذه مثلا. الميكوزا هذه كلها شو مالجنسي، لما تجي على الهاي باور شوف اللون واقف ولا داكن تخطوه، هذا دلالة على المالجنسي. أما نفس المنظر هو الجلانديولار باتن تلقاه بدأ في الصب ميكوزا، بعدين تنزل تلقاه وجود منه في الماسكولار لاير، تنزل بعدين تلقاه حتى في السيرويد وبعض منه، هذا دلالة عليه الانفلتريشن او الانفيجن بتاع الكانسر للنسيج، فهذا دلالة على المالجنسي. البعض منه ما تلقاش في جلاديولار باتن، تلقاه على هيئة نست سوليد نست او سوليد باتن. تمام، هنا طبعا فيه ulceration، واضح هو ulceration في الميكوزا، there is an ulceration and a proliferation of malignant cell of glandular button infiltrating the submucosa muscular coat and serosa. لو رحنا تو زي هذه تو glandular button شن جايبها هنا، هذه muscular layer شن جايب الجلاند هذه هنا، فهذا كانسر، هذا بليومورفيزم. ندور احنا قلنا فيه خلايا هنا مالجنان، هذا المصل هنا بالهاي باور، هذه الجلاند، هذه الابيثيليوم، اما لنفوسايت صغيرات عمال الحبابات فوتهم، عندك هذه ابيثيليوم واضح المالجنسي فيها قبل تسل الكاترات، نفس المنظر هو نلقاه انفلتريت سب ميكوزا والمسكولار لاير، اهو زي هي اشبه هذه نفس اللون، هذا ده ينزل تحت، ده ينزل تحت بعدين تلقاه ينزل لعند السب ميكوزا. بعض منهم نلقاهم سوليد باتن، ستروما اللي تحيط بالمالجنانت سيلز طبعا سموها ديزموبلاستيك ستروما، سموها ديزموبلاستيك ستروما، زي هما مالجنانت سيل لما طبعا احنا على ما تقد جهة مصل او سيروزا، هما كلهم مالجنانت سيل، بعض منهم قاعدات محافظات على الجلانديولار باتن، منهم مولو سوليد باتن والستروما اللي حواليهم هي كلها ديزموبلاستيك ستروما، هذا فيما يتعلق بالأدينوكارسينوما.